بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يحذر جل وعلا المشركين من الشرك به بعد توحيده، حينما خافوا أنهم إذا كانوا في البحر خائفين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له وتركوا وتناسوا معبوداتهم كلها. يقول جل وعلا: لم تخلصون إذا أنابتكم الشدة وتشركون في الرخاء؟ ألا تأمنون أحد أمور لا بد منها؟ إما أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم ريحا شديدة تغرقكم، أو يرسل عليكم حاصبا من السماء فيغرقكم ويهلككم. أأمنتم ذلك؟ بل هذا متوقع جزاء لكم، فلا يليق بكم أن تشركوا في الرخاء وتوحدوا في الشدة، بل الواجب عليكم التوحيد في الشدة والرخاء. هكذا كان كفار قريش ومع الأسف الشديد مشركوا زماننا، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أكثر وأعظم، وما ذاك إلا لجهلهم. تجد الكثير منهم إذا تورطوا في شيء مهلك نادوا آلهتهم التي يعبدون من دون الله، ينادون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو ينادون الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، أو ينادون عبد القادر الجيلاني، أو ينادون غيرهم ممن يعبدونهم من دون الله. فالعاقل يشرك في الشدة، لا هذا ولا هذا، بل الإشراك منهي عنه بالرخاء والشدة. فالعاقل يجتنب سبب الغرق والهلاك،
العاقل إذا أوحد الله في الرخاء أن يوحده في الشدة جل وعلا، وكذا إذا وحده في الشدة أن يوحده في الرخاء، فهو المعبود في الرخاء والشدة، والعاقل يحذر سبب الهلاك، لأن من أشرك في الرخاء وأخلص بالشدة يوشك أن تعود عليه الشدة مرة أخرى فيغرقه الله جل وعلا بما فعل سابقا، ثم لا يجد من ينصره ولا من يدافع عنه ولا من يأخذ بثأره من الله جل وعلا، فهو المتصرف في العباد كما قال تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ هل أمنت أيها المشرك في الرخاء وأنت تعرف أنه لا ينفعك بالشدة إلا الإخلاص؟ هل يليق بك أن تشرك؟ أتأمن أن تعود إلى البحر مرة أخرى فيواخذك الله بإشراكك به شريكا في الرخاء ولا ينقذك إخلاصك بالشدة؟ أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بسبب كفركم في الرخاء، بسبب كفركم في الرخاء، فاحذروا ذلك، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. إذا أراد الله إهلاككم لا تجدون من ينقذكم من هذا الهلاك ولا من يعصمكم منه ولا من يأخذ بثاركم ولا من يجادل عنكم الله جل وعلا، فاحذروا الشرك، احذروا الشرك بالرخاء والشدة تسلموا بإذن الله. كما جاء عن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية رضي الله عنهما أنهما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا بإذن الله هربا من مكة، يعرفون سيئاتهم السابقة ومساويهم العظمى وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له وعدم طاعتهم إياه، يعرفون ذلك حقيقة ويتوقعون أنه ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا العذاب الذي يستحقونه وهو الهلاك، فهربوا من مكة هاربين لا يستطيعون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، هربوا إلى جدة ومن جدة يريدون الحبشة لعلهم يؤون أنفسهم ويحفظونها من القتل، فركبوا البحر فسلط الله عليهم الريح القاصفة الشديدة فتزلعت بهم السفينة وكادوا أن يغرقوا، فنادى بعضهم بعضا: إن الله سلمنا من هذا لنذهبن إلى ابن العم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمهم ولن يخذلهم، ونضع أيدينا في يده ثم يفعل بنا ما شاء. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: كيف تهربون مني؟ قالوا: يا رسول الله، علمنا ما قدمنا لك من الإساءة وعلمنا أن جزاءنا القتل، والله أيدك بنصره وتأييده. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم طلقاء، كأهل مكة أطلقهم صلى الله عليه وسلم.
بينما عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أسلم بالحال، وأما صفوان بن أمية فقال أطلب الإمهال شهرين، ما هو بعجل بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهلك 4 أشهر، ما لك إلا الإسلام والإيمان، أنت بالقبضة الآن، إما أن تسلم وتكون جنديا من جند الإسلام، وإما أن تهلك وتخسر الدنيا والآخرة. نعم. يقول تبارك وتعالى أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أن يقصف الصواري ويغرق المراكب. قال ابن عباس وغيره القاصف ريح البحر التي تكسر المراكب وتغرقها. وقوله فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. وقوله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن عباس نصيرا. وقال مجاهد نصيرا ثائرا أي يأخذ بثأركم بعدكم. وقال قتادة ولا تخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك. وجل وعلا يتصرف بعباده كيفما شاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إذا المرأة طلبت الطلاق من الزوج هل يحق له أخذ المهر وكانت العشرة بينهم طويلة؟ أولا لا يحق للمرأة العاقلة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا إذا لم تستطع الصبر عليه بسبب منه من قبله، فلا بأس عليها أن تطلب الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو أيما زوجة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يحرم عليها دخول الجنة والله أعلم، لأن الزوج له حق، فإذا طلبت الطلاق وأصرت فمن حقه أن يأخذ المهر الذي دفعه وإن كانت عشرتهما 70 سنة وأكثر من ذلك. يجب عليها أن تبتدي نفسها إذا لم يكن بأس من الزوج، أما إذا كان الأذى من الزوج لغرض أن تبتدي نفسها فلا يحل له ذلك. يقول السائل أنا بعت سهماً سهم أمي من الآن من والدتي عند المكتب العقاري وهي كبيرة في السن، ومن ثم استخرجت لها صك ولاية بحكم أنها قاصرة، هل البيعة في المكتب صحيحة؟ سؤال غير واضح. البيعة إذا كان بعد ثبوت قصورها واستخراج الصك للولاية لك فالبيع صحيح، أما إذا كنت بعته وليس لك ولاية أو كانت لم تكن قاصرة ولم يكن تصدر الصك فلا يجوز لك أن تتصرف في حقها من أبيك ولا من غيره، فالبيع حينئذ ليس بصحيح. فانظر أخي إن كان بيعك نصيب أمك
بعد ثبوت قصورها والحكم لك بالولاية عليها فهذا صحيح، وأما إن كان قبل ذلك فلا يصح البيع، والبيع فاسد حينئذ. يقول السائل: ما حكم الفصل بين صلاتي المغرب والعشاء في حال الجمع بصلاة الجنازة؟ أما الفصل بصلاة الجنازة بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تأخير فلا بأس بذلك، وأما إذا كان الجمع جمع تقديم فذلك محل خلاف بين العلماء، ولعل الأولى الجواز إن شاء الله. يقول السائل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. ما معنى إثم وقطيعة الرحم؟ ما لم يدعو بإثم، ما لم يعجل، أو يدعو بإثم وقطيعة رحم. الاستعجال في الإجابة طلب الإجابة هذا لا يجوز، بل على العبد أن يسأل الله جل وعلا ما أحب ويتكل على الله جل وعلا في استجابة دعاءه. ما لم يدعو بإثم، الإثم هو الذي لا يجوز، كان يدعو على أخ مسلم لا يستحق هذه الدعوة، أو بقطيعة رحم يدعو على قريب له لا يستحق هذه الدعوة، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فلن يستجاب له. يقول السائل: بعض الناس يرفع صوته في الصلوات المفروضة حيث يزعج من هو بجانبه، ما حكم ذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يزعج أخاه المسلم في أي أمر من الأمور، لا في حال الصلاة ولا في غيرها ولا في حال النوم، ولا يزعجه حتى ولا بقراءة القرآن، بل يكون رفيقا بإخوانه المسلمين لطيفا بهم. يقول السائل: ما حكم كلمة الله يخليك؟ لا بأس بهذا، هذا دعاء من الرجل لأخيه، إن الله يبقيه يخليك يبقيك يعني لنا. يقول السائل: يوجد في بلدنا عادة وهي أن الرجل إذا تزوج ودخل على أهله يأخذون دم البكارة ويذهبون به إلى أقارب الزوجة ويتجمع النساء للنظر إليه، فما حكم ذلك؟ هذه دناءة وخسة ما ينبغي أن تفعل، لأن الأصل في المرأة أنها إذا كانت بكر فهي بكر، ولا يتهمونها بالزنا وهي بكر، ولا اتهام ولا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك، هذا لا يليق. يقول السائل: وجدت شنطة أمام أحد الفنادق فأخذتها ولم أفتحها، ولما فتحتها وجدت فيها بقايا خبز وطعام وتفاح وبرتقال، فهل تعتبر هذه لقطة؟ هذه إذا ظننت أنها ساقطة من صاحبها وأنه يريدها وأن ما في الشنطة لا يرقب عنه فهذه لقطة لا يجوز لك أخذها، أما إذا ظننت أن صاحبها لا يريدها وإنما أراد التخلص منها فلا بأس عليك أن تأخذها وتستفيد منها. يقول السائل: ما حكم التحريك أثناء قراءة القرآن؟ هذا من الأفعال التي لا تنبغي،
لكن إذا كان متعود لذلك منذ الصغر وعوده شيخه على ذلك فلعله لا بأس به، لأنك ذلك ليس بمحرم، لكن لا ينبغي مثل هذه الحركات. يقول السائل: هل الذي في مكة وأهله في البلاد إذا اعتمر في شوال وانتظر الحج هل يكون متمتع ويلزمه الهدي؟ لا يا أخي، هو لا يخلو إن كان اعتمر في شوال وهو يريد بعد الحج الذهاب إلى أهله، فيعتبر ليس من حاضر المسجد الحرام، يجب عليه الهدي. أما إذا كان مقيم كإقامة طلبة العلم لدينا وغيرهم مثلا، فهذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام وإن لم يكن معه أهله. يقول السائل: ما معنى الحديث إهاب أيما إهاب دبغ فقطه؟ أيما إهاب، إهاب يعني جلد، نعم، دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني أن الجلد يطهره الماء والدباغ، لا بأس بذلك، يستعمل في المائعات والناشفات. يقول السائل: اعتمرت قبل الحلق نسيت ألبس ملابسي وجامعت زوجتي وبعد ذلك حلقت للعيد ولم أنوي حلق النسك نسيا، ماذا علي؟ عليك هدي، لأنك جامعت زوجتك قبل التحلل الكامل من العمرة، فإذا جامعت زوجتك قبل التحلل فيجب عليك الهدي فداء لهذا التقصير. يقول السائل: هل المال المسروق حكمه مثل الدين بعد الموت؟ لا علاقة بين هذا وهذا، لا يجوز الأخذ مال المسروق ولا تستحله من صاحبه، والمال الدين الذي على الميت عليه يجب سداده من ورثته إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فليس عليهم شيء، والدين يبقى عليه إلى يوم القيامة، ومرده إلى الله جل وعلا إن شاء كافأ صاحب الدين وأبرأ ذمة المدين، وإن شاء اقتص الدائن من المدين حقه من حسناته يوم لا سداد ولا وفاء إلا بالحسنات أو بالسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته مقابل هذا الدين الذي عليه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يقول السائل: ما حكم ظهور زوجة الأخ على أخ زوجها وهل يجب طاعة الوالد إذا كان يمنع ذلك بحجة أنه مثل أخوها؟ لا يا أخي، ما يجوز للمرأة أن تخرج أمام أخ زوجها كما تظهر أمام أخيها أو زوجها، يحرم عليها ذلك، بل يجب عليها أن تحتجب عن أخ زوجها، فليس بمحرم لها، ولا يجوز له طاعة الوالد إذا كان يأمرهم بذلك، لأن هذه معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعلى العبد المسلم أن يكون مطيعا لله لا مطيعا لأبيه،
فأبوه إذا أمره بالطاعة نعم يطيعه، وإذا أمره بالمعصية فلا. وليس كلامه صحيح أنه بحجة أنه مثل أخيها، لا يا أخي، والحم كما قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، يعني الخطر منه أشد، لأنه يدخل البيت وربما يدخل، والأخ ليس موجودا زوج المرأة، فيحصل منهما المحرم بتسويل من الشيطان. يقول السائل: أشخاص اعتمروا ورجعوا إلى جدة وقصروا وتحللوا فيها، ما الحكم؟ إذا لم يفعلوا محظورا من محظورات الإحرام حتى وصلوا إلى جدة وتحللوا فيها فلا بأس، وأما إذا فعلوا شيئا من المحظورات قبل أن يتحللوا فلا يجوز لهم ذلك. ثم إن هذا المحظور أحيانا يعفى عنه بالجهل والنسيان، وأحيانا لا يعفى عنه، فمثل المحظورات لبس المخيط والطيب ونحو ذلك هذا يعذر المرء بجهله، وأما مثل الجماع فلا يعذر بجهله. يقول السائل: رجل طلق زوجته بعد أن أسقط حملها قبل أن يباشرها، وما الحكم وما حكم عدتها؟ إذا سقط الحمل فالحمل لا يخلو إن كان تبين به خلق إنسان، فعليها عدة النفاس، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس فيه عدة هذا. ثم إن كان الطلاق قبل نزول الحمل فالطلاق صحيح، وعليها أن تعتد العدة الكاملة، وإن كان قبل نزول الحمل ثم طلقها فنزل حملها وقد تبين فيه خلق إنسان فقد تمت عدتها. يقول السائل: هل يجوز أن تتصدق بصدقة الفطر عن أهلك إن كانوا مساكين، أو على أهلك إن كانوا مساكين؟ لا يجوز أن تعطي صدقة فطرك لأبيك ولا لأمك ولا لولدك ولا لبنتك، وإنما يجوز أن تعطيها لأخيك وأختك إذا كنت لا ترثهم، أما إن كنت ترثهم فلا يجوز لك أن تعطيهم صدقة الفطر. يقول السائل: إذا نويا الإقامة أكثر من 4 أيام وفاتتنا الصلاة مع الجماعة، وأردنا الصلاة في سكننا، هل نصلي 4 أم نصلي 2؟ إذا كانت إقامتك أكثر من 4 أيام فأنت قد ارتفعت عنك أحكام السفر، ومن ذلك القصر والجمع، فلا يسوغ لك أن تقصر ولا أن تجمع، بل تصلي 4 ركعات رباعية فلا يسوغ لك قصرها. أما إذا كانت إقامتك 4 أيام فأقل فلك أن تقصر وتجمع، أو كنت لا تدري ما مدة إقامتك تنتظر أحدا متى ما جاءك سافرت وإياه، فلا بأس عليك ولو زادت عن 4 أيام. يقول السائل: هل توجد نية قبل الدخول في الصلاة؟ ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية أيها الإخوة محلها القلب، لا يجوز التلفظ بها، فلا يجوز لك أن تقول نويت أن أصلي 4 ركعات
أو نويت أن أصلي ركعتين صلاة الفجر أو نويت أن أصلي ركعتين صلاة الظهر قصرا، هذا كله لا يجوز، لأنك كأنك تعلم ربك بقصدك، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما تقول وما تفعل. حتى لو قلت نويت أن أصلي الظهر لوجه الله 4 ركعات وأنت لست بصادق بل مرائي، فلا تنفعك كلامك هذا ولا تنتفع به. فعلينا أيها الإخوة أن نتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النية، والنية محلها القلب. إذا قمت إلى الصلاة ماذا تريد؟ تريد الصلاة. إذا رفعت يديك وقلت الله أكبر ماذا تريد؟ تريد الصلاة. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها من البدع. يقول السائل: هل من وجد ريالات لكونها مكتوب فيها لا إله إلا الله فأخذها فتصدق ببعضها، ما حكم ذلك؟ لا يجوز للمسلم أخذ اللقطة إلا إذا أراد تعريفها، فإن عرفها وملكها بعد التعريف فلا بأس، وأما إذا ملكها لنفسه وتصرف فيها قبل أن يعرفها فلا يجوز، ولا يجوز له أن يتصدق بها، لأنه ليس موكلا من قبل صاحب المال. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها، وهل أخذ شيء منها محرم؟ نعم يا أخي، لا يجوز، بل يحرم حلق اللحية بقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فلا يجوز التعرض للحيته، وإنما عليه إعفاؤها. أعفوا اللحى وأحرقوا الشوارب، فالشارب يحفى واللحية تعفى وتكرم، وهي إذا أزالها العبد إزيلت لحيته بدون رغبة منه، ففيها الدية كاملة، الدية كاملة، كأنه قتله إذا حلق لحيته ولم تنبت مرة أخرى، فيكون فيها الدية كاملة، لأنها بمثابة قتل النفس والعياذ بالله. يقول السائل: هل يأثم المرء بتأخير إخراج الزكاة عن وقتها بلا عذر، كأن يؤخر إخراجها شهرا أو شهرين؟ ما ينبغي تأخير الزكاة إذا كانت المال بين يديه، بل يجب عليها أن يخرجها. أما إذا لم يكن بين يديه مال وينتظر وجود المال ليخرجه فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يصح الصلاة في السفر قبل دخول الوقت 10 دقائق خوفا من التأخير عن السفر في المطار؟ لا يصح أخي إلا إذا كان يجمع الصلاة قبل وقتها مع التي قبلها، كان يصلي العصر مع صلاة الظهر قبل وقت صلاة العصر، أما تأخير تقديمه على وقتها الأول فلا يجوز ذلك، فلا يجوز أن يصلي الظهر مثلاً 12:00 الآن، لا يجوز له أن يصلي الظهر، لأن هذا ليس وقتا لها، والصلاة حسب وقتها، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز أن يتقدم في الصلاة
إلا إذا كان يجمعها مع التي قبلها كما تقدم. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.